كل واحد منا مر بمجموعة من المراحل في النمو منذ أن كان طفلاً، مجموعة من العوامل ساهمت في تكوين شخصيته أو ما يسمى بالتنشئة الاجتماعية السوسياليزاسيون، منها الأسرة، الأصدقاء، الجيران، المجتمع. كل هذا ساهم في تكوين وبلورة شخصية كل واحد منا، وبناء على هذه الشخصية نصدر مجموعة من السلوكيات والتصرفات، أي أن لكل واحد منا له إطار مكتسب يتصرف ويصدر سلوكيات بناء على هذا الإطار أو ما يسمى بالبارادغم المكتسب. الوعي بالذات هو تجاوز هذا الإطار المكتسب، أن تكون لك وقفات وجلسات تركيزية واستبصار لتحليل الذات، بمعنى أن تحاكم أفعالك وتحاكم دوافع هذه الأفعال والسلوكيات. الوعي بالذات هو الصورة السيكولوجية والفلسفية لمحاسبة النفس. الإنسان الذي يفقد وعيه بذاته يكون فريسة سهلة لإصدار أحكام مسبقة، إصدار أحكام جاهزة مسبقة سلبية. هذا الإنسان قد يكون صادق في شعوره، يعني قد يكون صادق في حدود شعوره، ولكنه غير واعي بذاته، لا يقوم بعملية الفلترينج. الإنسان الذي وصل إلى مستوى الوعي بالذات قبل أن يصدر أي سلوك يقوم بعملية معالجة هذا السلوك على مستوى الذهن قبل أن يتلفظ به لسانه. وهذه هي الحكمة. الإنسان الحكيم وإنسان واعي بذاته. الإنسان الحكيم وإنسان يحاكم أفعاله قبل أن تخرج إلى الوجود، يعني مية تخميمة ولا ضربة بالمقص. هذا هو المعنى ديال الفكرة هذه، بمعنى الحكمة هي وضع الشيء في محله. الوعي بالذات يؤدي إلى مسألة مهمة وهي محاكمة دوافع الأفعال، وحينما تحاكم دوافع الأفعال تصل إلى مستوى أعمق وأعلى من الشفافية مع النفس، وحينها تتخلص من مشكلة يقع فيها الكثير من الناس وتكون هي السبب الرئيسي لمجموعة من المشاكل العلائقية والاجتماعية، وهي حيلة الإسقاط، لا بروجيكسيون. الإنسان الذي يقع في حيلة الإسقاط يحاكم أفعاله من خلال دوافعه ويرى أن دوافعه طيبة ويقسم على ذلك، وقد يكون صادق فيما يقول، ولكن يكون صادق في حدود شعوره ولكن غير واعي بذاته. لماذا؟ لأنه يحاسب أفعاله من خلال دوافعه، ولكن يحاكم أفعال الآخرين من خلال أفعالهم، لا يحاكم أفعاله وإنما يحاكم دوافعه ويقسم على أن نيته صائبة وكان كذا وكذا، ولكن لا يحاكم أفعاله. وفي المقابل حينما يتعامل مع الآخرين يحاكم أفعالهم ولا يحاكم دوافعهم، وهذا ظلم وحيف وعدم وعي بالذات. هذه شخصية غير ناضجة، غير مكتملة، شخصية معطوبة لم تحقق بعد مستوى الوعي بالذات. والصيغة الصوفية العرفانية للوعي بالذات تقول: إذا عاملت نفسك فتشرع، وإذا عاملت الخلق فتحقق. بمعنى إذا عاملت نفسك لا تبحث عن الدوافع وعن النوايا، ولكن حاكم أفعالك، وعندما يتعلق الأمر بالآخرين لا تحاسب أفعالهم، وإنما ابحث عن الدوافع. ربما سوء نية، ربما ضعف وهشاشة، ربما عقد وظروف هي التي دفعته لذلك.